إليكم سبب وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري، ما قاله في آخر ظهور له قبل رحيله محزن. استفاق العالم اليوم على خبر وفاة الممثل الكندي الأمريكي ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل فريندز الكوميدي التلفزيوني في التسعينيات لعشرة مواسم، حيث أدى شخصية تشاندلر بينغ وحظي بشعبية كبيرة. وفي التفاصيل، عثر على الممثل ماثيو بيري ميتاً داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس، ليحاول المسعفون إنقاذه عبر الإسعافات الأولية في محاولات لإنعاش قلبه، لكنها لم تنجح، فرحل ماثيو بيري عن عمر ناهز 54. وفي وقت لاحق، قال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس لوكالة فرانس بريس إن عناصر الشرطة تدخلوا لمعاينة المكان من دون التأكد من اسم الشخص المتوفي، إلا أن الشرطة لم تجد أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان. خبر وفاة ماثيو بيري شكل صدمة لدى كل محبي ومتابعي الممثل الشهير، لا سيما الشركة المنتجة للمسلسل الشهير فريندز، التي كتبت في بيان: لقد كان ماثيو بيري بمثابة هدية فعلية لنا جميعا، تعزين لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه. وبحسب ما تم كشفه، فقد عانى الممثل الراحل لسنوات من الإدمان على مسكنات الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل. وفي أحدث ظهور تلفزيوني له، فاجأ ماثيو بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً كل ليلة خلال فترة تصوير مسلسل فريندز. Well, we could just stay in and cook for ourselves. وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقر ماثيو بيري بأنه خضع ل 65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلص من إدمانه على المخدرات، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض. كما ذكر موقع TMZ أنه لم يعثر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل. هذا ولم يتزوج ماثيو بيري في حياته، كما أنه لم يفز بأي من جوائز التلفزيونية الأمريكية المرموقة المعروفة بجوائز إيمي، على الرغم من ترشيحه لها 5 مرات. يذكر أن ماثيو بيري قدم إلى جانب مسلسل فريندز مجموعة من الأعمال الناجحة، حيث تولى بطولة عدد من الأفلام أبرزها Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Parallel Lives وغيرها.